الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. التقيت مع فخامة الرئيس لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولقد تكلمنا عن العلاقات الثنائية، ولدينا فكرة لتطوير بقوة مع كل البلدان العربية والخاص مع الجزائر، لأنه أرمينيا لديها تقاليد والعادات بشكل عام للعلاقات الوطيدة مع البلدان العربية مع العالم العربي، ولدي ممكن أقول كل الشرف اللي أنا أمثل أرمينيا في هذا البلد العريق وجميل. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.